اهلا بكم، معكم احمد خلف من قناة المحترف اكشن، وزي ما عودناكم كل جديد وحصري هتلاقوه عندنا على القناة. في شرحنا النهاردة هنتكلم على ازاي ان انت تقدر تحمل او تحدث تعريفات ويندوز 11 ما تحتاج لاي برامج خارجية، بس من خلال اعدادات الويندوز نفسه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اهلا وسهلا بكم من جديد. كل اللي انت هتعمله هتنزل لخانه البحث الموجوده تحت ديت، وهتبدا تكتب كلمه دايفيس مانجر. هتكتب دايفيس مانجر هتلاقيها ظهرت معاك زي ما احنا شايفين كده، هتظهر معاك زي ما احنا شايفين كده. هتبدا تضغط عليها دايفيس مانجر، هتبدا تضغط عليها وتستنى لما تفتح القائمه او الاعداد بتاع دايفيس مانجر. هيظهر لك كل القطع في القائمه اللي عندك ديت، كل قطع الجهاز اللي عندك، تمام. والقطع اللي هي بتكون عايزة تحديث بيكون قدامها علامة تعجب أو علامة استفهام. هندخل مثلا على التعريف بتاع البلوتوث ده، ونقف مثلا على أول تعريف ونضغط كليك يمين، هتطلع معانا القائمة ديت. هنضغط على كلمة أبديت دايفس، تمام، ومن خلال أول خيار ده، تمام، هنضغط عليه عشان نضغط عليه عشان يبدأ ينزل لنا التعريف أو يحدث لنا التعريف بتاع القطع ديت. في كمان لو عندك قطع مش متعرفة على الويندوز هتنزل لتحت، وليكن مثلا نشوف التعريف ده عندنا كده زي عليه علامة استفهام، وضغطنا عليه هتلقى في علامة تعجب عند القطع ديت ان القطع ديت مش متعرفة او محتاجة تحديث. هتضغط برضو كليك يمين وتختار اول خيار اللي هو ابديت دايفز، تمام، عشان خاطر يبدأ يعرف لك القطع ديت او ينزلك احدث تحديث ليها بدون حاجة لأي برامج ولا أي حاجة، من خلال إعدادات الويندوز بس هتقدر تحدث أي قطعة عندك أو تعريفات الويندوز عندك. والسلام عليكم. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.